سيدي، انت عندك فكره مين بعت الرساله لحتى تبعتوا لنا الدعم؟ لا كران ليك، بس بما انه الرساله حكت انه الهجوم على القريه فخ وابو الهاشم ذكر اسم لي، فهذا على شو بدل؟ انه الهدف من الهجمه القضاء على فرقه اوجوز هون، ولي كان بيعرف انكم بهي المنطقه وخطط على هالاساس. يعني انا كنت كبش الفدا عنده؟ ما هي طبعا، لانه وقت ضربناه وجعناه. ولهلا ما بنعرف شي عن البنت يلي خطفته، لا في عنا إلا سجل اجرامي ولا بالاستخبارات ولا في ارتباطات بمنظمات ولا في شي. سيدي هي لما خبرتني المعلومة عن نيكولا قالت إنها بتكره لي كتير، وقالت إنها عم تقاتل كرمال اللي خسرتهم بالمخيمات، يعني بجوز تكون خطفت لي من شان أسباب تانية، أسباب شخصية مثلا. إذا منفكر بشبكة علاقات لي يلي بالصين استنتاجك بيطلع صحيح. شوفي سيدي، إذا منطلع على اللي صار لهلأ فهي عم تحاول تساعدنا بالسر دائما، وبجوز تكون هي اللي بعتت هاي الرسالة، مو هيك؟ إيه هذا احتمال كران ليك. كل شيء عن هديك البنت لساته لغز لهلا. أوكان، صار له نص ساعة عم يحكوا عن هديك البنت، والنقيب ما عم يقدر يوقف حكي عنها أبدا. أوكان، شو؟ لك شبك عم أحكي معك. شو بدك؟ عم أحكي عن البنت شبك. ولك أي بنت هي؟ أنت وينه مخاك؟ عم حاول خبرك شي هلا يا فهمان. معلش اطلب منك شي؟ ايه بس نوصل على أنقرة رح تروح تزورها لأمك ما؟ ايه أكيد رح زورها، أكيد بتكون قلقانة هلا. طيب فيني إيجي معك؟ طبعا أهلا وسهلا، أمي رح تنبسط بشوفتك. رح شوفها كمان. لا شو قصدك رح شوفها كمان أوكان؟ مين رح تشوف اللي ولا؟ ما فهمت عليك، شو قلت؟ هلا انا فهمت عليك. ايه بسيطة، والله طلعت مانك قليل ابدا يا اوكان. لا يا شار، شو قصدك اني ماني قليل؟ شو عملت لك انا؟ اسكت بقى. ايه قال بده يروح على المستشفى مشان يزور امي. انا فهمان عليك شو قصدك. شو فهمت يعني؟ انا بس بدي اشوف امها. ايه عن جد صدقتك. شو مشان الممرضة عائشة؟ اسكت ولا، اي ممرضة هي؟ لا عم تخبص بالحكي. ايه يلا طلع بعيوني، انا بعرفك كثير منيح، الشغلة مبينة، أنت عشقان وغرقان كمان. شو عليه؟ أنت بتعرف شو قال الشاعر؟ قولي أحبك كي تزيد وسامتي، فبغير حبك لا أكون وسيمة. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. شايف يا سيد أوكان؟ الحب كتير حلو. أنت سمعت شو قال؟ فبغير حبك لا أكون وسيمة. قولي أحبك. يا عيني، مع اني ما فهمت كتير بس القصيدة حلوة مبلا. ولك هذا القيصر. لك انتو شو عم يصير معكم انتو؟ ها ولا شي سيدي، عم نتحرك يلا بسرعة فورا. شو عم يحكوا هدول بالله؟ يا شار كان عم بيقول قصيدة بس ما فهمت شي عليه. بجوز تكون رومانسية لهيك ما فهمنا. سيدي سيدي، فينا ناكل هدول الاكلات؟ والله باينكم طيبين كتير. معك حق كوران، وانا ما فيني اصبر اكتر. روح اسال العميد. يلا روح روح يا زلمه، انا كتير جوعان. سيدي. نعم تيمور. سيدي معلش ناكل هلا، الشباب جوعانين. ما فينا نوقف مشان الاكل، نحن تاخرنا كتير. سيدي ما رح نتاخر. ها والله كنت ناطر شوف مين هذا اللي رح يحكي بالاول. وانا كمان سيدي. سيدي ما بصير نخلي الاكل ينتزع صح؟ حرام نكب الاكل. ايه اكيد طبعا. طيب خلص ماشي، بس انتبهوا منيح ولاقوا مكان مناسب، معكم دقيقتين بس، دقيقتين. شكرا سيدي. سمعتوا، استراحة اكل لدقيقتين، لاقوا مكان مناسب للاستراحة. حاضر سيدي. لا لا تيمور، باكل بعدين، شكرا. صحة وهنا.
رح تطلع بالأخير يا نقيب. يا نقيب لازم نستعجل، الحوامي رح تنزل، لازم نلاقي المكان. خلونا نطلع من هالوادي بالأول لأنه المنطقة مكشوفة. معك حق سيدي. مجموعة الدعم لازم نتحرك، يلا استعجلوا، نكسب الوقت لأنه لسه عنا مش منيح. يلا أسرع سيدي، لازم تأكل هي لأنه إذا ما أكلت أنا رح أكله. يا شباب تيمور كشفونا، غطوا حالكم غطوا حالكم بسرعة. الزلمة الغلط بس معلش. الله يلعنه.